السلام عليكم أحبة المشاهدين والمتابعين، حيكم من أرضية ملعب الكابتن مصطفى رزاق في افتتاح بطولة الشهيد حسوني فرج التي نظمها الكباتن نذير الغازي وحسين عبد الزهرة. طبعا المباراة تجمع فريق كمسار القادم من العاصمة الحبيبة بغداد يواجه أصحاب الأرض والجمهور فريق نجوم المستقبل بقيادة السيد رضا الأبقاتي. طبعا المباراة بتغطية قناة السفاح الرياضية وصوت المعلق حيدر كاظم، ابقوا معنا ومتابعة ملخص كامل عن هذا الافتتاح الكبير. نعم أحبة المشاهدين والمتابعين، على بركة الله تعالى نلتقي برئيس لجنة التأميم الكابتن حيدر كامل الكناني في افتتاح بطولة الشهيد حسون فرج المقامة على أرضية ملعب الكابتن مصطفى رزاق. طبعا أكيد مباراة الافتتاح بين فريق كمسار القادم من العاصمة الحبيبة بغداد يواجه أصحاب الأرض والجمهور نجوم المستقبل بقيادة السيد رضا الأبخاتي. كلمة للأخوة المنظمين وكذلك الفرق التي اشتركت بهذه البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لجنابكم الكريم، شرفتونا بحضوركم المستمر والدائم في ملاعبنا، نتمنى لكم كل الموفقية والنجاح إن شاء الله. بصراحة هذا الكرنفال أو هاي البطولة المقامة أكثر من بطولة، إحنا على روح الشهيد حسون. أكو بعض الأحيان الناس عايشة لكنها ميتة في قلوب الناس، وأكو ناس ميتة لكنها عايشة في قلوب هاي الشباب والجماهير. الشهيد حسون رحمه الله مات لكن عايش في قلوب محبيه وأصدقائه، وإن شاء الله نكون دائما في ذكرى وطروة. نتمنى كل التوفيق للنجاح للفريقين، إن شاء الله مباراة افتتاحية تليق بهذه البطولة وباسم الشهيد حسون. أيضا كلمة أخيرة، تعرف اليوم المباراة تجمع فريق كمسارة قادم من العاصمة الحبيبة بغداد يواجه نجوم المستقبل. فريق كمسارة فريق قوي، له صولات وجولات وحقق بطولة في على ملاعبنا، وكذلك فريقنا يعني فريق قادر ومتمكن يلعب بروح الشباب والخبرة وقيادة حكيمة وحنكبة مدرب. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. كابتن صح لسانك، وأيضا احنا نقدم لك بالشكر الجزيل على حضورك الدائم لجميع البطولات والكرنفالات الرياضية. هذا من واجبنا، لازم نحضر كل المناسبات والبطولات سواء كانت بطولات شباب ناشئين خط أول. نتمنى لهم كل موفقين إن شاء الله. صحيح ومن واجبك، لكن أنا أشوف رؤساء لجان ما يحضرون مثل حضورك أنت الدائم. لا هذا أكيد واجبنا، إحنا لازم أدي واجبنا بصورة صحيحة. شكرا شكرا شكرا. نعم أحبة المشاهدين والمتابعين، أبقوا معنا ولقاءات أخرى. بالبداية طبعا ألف رحمة على روح الكابتن حسون فرج، ربي يرحمه ويرحم جميع الشهداء. نشكر منظمين البطولة على دعوتنا للافتتاح اليوم، نتمنى تكون مباراة جميلة بين الفريقين وربي يوفق الفريقين وإن شاء الله تطلع اللعبة جميلة وتوفيق للفريقين إن شاء الله كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شيء تحية طيبة للكابتن نهاد الرديني المصور والإعلام المميز، تحية للكابتن الكبير اللي واقف إلى جنبي، طبعا أرد أفضحه بالإعلام، الكابتن العملاق علي غربة المدرب والمحكم والمنظم الخلوق والممتاز. تحية للحضور، تحية للفريقين، تحية لفريق كمسارة اللي قادم من مسافة بعيدة من أجل هذا الافتتاح. إن شاء الله نكون افتتاح مميز يليق باسم، طبعا البطولة الكل يعرف أنه هي سميت باسم شخص عزيز، شخص محبوب، شخص جدا يعني بصراحة رغم الفترة الزمنية، ولكن ما زال يسكن في قلوب جميع عشاقه جميع الرياضيين بسبب أخلاقه بسبب تميزه بسبب كل الصفات اللي كانت بصراحة يمتاز بها الرياض الحقيقة كانت موجودة بهذا الشهيد البطل حسون فرج الله يرحمه برحمته الواسعة. نتمنى أنه حقيقة، ونشكر إحنا إدارة الملعب، نشكر المنظمين الكابتن نذير، كابتن مصطفى رزاق، الكابتن حسين قرقع، على أنه دائما يستذكرون الشهداء وهم خالدون في ضمائرنا في أنفسنا حقيقة، وهذا موقف يحسب لهم، موقف يحسب للملعب، موقف يحسب للمنطقة. وندعو لأنه كافة الملاعب كافة المنظمين أنه لا ينسون الشهداء بصراحة، لأن هذا يضحى حقيقة بأغلى ما يملك، هو من أجل إحنا نستمر، حتى إحنا نتواجد، حتى إحنا نلعب، حتى إحنا نتونس، حتى إحنا نقعد حقيقة. فإحنا نقول الله يرحم الشهيد برحمته الواسعة، نتمنى أنه نكون حقيقة ممثل حقيقي لهذا الشهيد، نكون ممثل حقيقي لهذه المنطقة، ممثل حقيقي للبطولة. وارجع وأقول شكرا جزيلا لكل الحضور، شكرا جزيلا. حاتو قلكت يقعد حاتو حاتو قلكت يقعد حاتو حاتو قلكت يقعد حاتو
ملك اول خبر دمعاتي على قد ضحك بعمره يمدي بلكي حسيني حرفه هناك خادم موكب ويقل ليري حاجو بلكات يقعد حاجو حاجو بلكات يقعد حاجو يا رب ما مانع بس ترضى تعيشهم وتموت الفقر يا رب ما مانع بس ترضى الظالم بصاحي واحنا المرضى حاجو موتوناني بدالي وليدي نومون مجانا وخليقة حاجو بلكت يقعد حاجو حاجو بلكت يقعد بلكت يقعد ميت يا ناس ادروا ليدي بس بعد صغير ما يقصد عبال ابني يموت شوية ومن يشبع من الموت يرد لعبه وحب الوطن اصحابه واللي يحب اكثر يستشهد اتقدم شايل علم بايده بالروح وبالدم ظل ينشد فجأة ولن خربتها رصاصة لعبتهم من شامت يحقد ومن قالوا له براسه وليديك قلت لهم بيرغ ما يلبيت طاح ابنك قالوا للأول بكلهم قلت لهم متعود قالوا شو حار وقلت لهم مو عيب معذب يستبرد قالوا لي ما دنق راسه بطول على المغسل متمدد قلت لهم زعلان وليدي شي ما خلي يمكم يقعد ما ميت وانا اعرف ميت بس قلت لك اقعد بلكت يقعد نجوم المستضيفات نهاية الرودي التي أحضرت طبعاً
إذن أحبتي المشاهدين والمتابعين، حصيلة الشوط الأول لافتتاح بطولة الشهيد حسون وفرج بين كم سارع ونجوم المستقبل التي انتهت بتعادل إيجابي 2-2. معي محلل هذه المباراة الكابتن حسن السراي. طبعا أكيد شاهدنا مباراة جيدة، استطاع فريق كم سارع أن يسجل ويفتتح التسجيل، لكن العودة كانت سريعة من النجوم وكذلك أيضا هدف ثاني ومن ثم التعادل. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الله يرحم الشهيد حسون وفرج. والله مباراة يعني محافظة من فريقين، يعني فريق كم سارة أنا ما مطلع عليهم ما شايفهم، بس أكثر شيء يعني أعرف ولد فريق منطقتنا سيد رضا. إن شاء الله سيد رضا يعني يعود المباراة ويفوز إن شاء الله. كابتن أنا أتفق وياك، المباراة يعني كانت هجمة بهجمة، لكن يعني نقدر نقول فريق كم سارة أفضل من ناحية الهجمات السريعة والتسديد من مناطق بعيدة. صح كابتن، هجمات سريعه وهاي، بس يعني مثل ما نقول شلون جاينا على ارضنا وجمهورنا، يعني مثل ما نقول يعني نجوم المستقبل اغرب على الهدف. الشوط الثاني اتوقع اني يعني توقعاتي تروح النتيجه 4-2 هيك، يعني نجوم المستقبل. هذا في حال شنو تروح النتيجه؟ اكو اوراق يعني بالنسبه للسيد رضا؟ طبعا طبعا اكو اوراق، واذا يظل على هاي التشكيله الاولى همين بعد ارتب له. يعني عندك طلع التشكيله يعني دكه البدلاء؟ لا كابتن، هاي التشكيله الاساسيه عندنا، انا جاي اشوف يعني ابرز اللاعبين عنده، واضافه خوب لاعب التميم مصطفى رزاق اضافه لهم بعد اكثر. بس كابتن انا اختلف وياك، ايضا فريق كم سارة ايضا عنده اوراق اكيد الشوط الثاني. اي اكيد عنده اوراق، مثل ما نقول عنده بطاقات ناجحه الشوط الثاني. يمكن اذا الشوط الثاني هو شوط المدربين، واما اسماء كبيره حقيقه، الكابتن وسام بحر والسيد رضا. سيد رضا معروف يعني على مستوى القضاء، يعني معروف بانه الجنرال اي معروف. ان شاء الله يعود سيد رضا وعنده بطاقات ناجحه تبديل، بس الفريق انا قلت لك ذاك ما مطلع عليه اكثر من ما مطلع على نجوم المستقبل نفس الوقت. نعم كابتن حسن، كلمه ختام ناخذ توقعك الاخير للشوط الثاني. 4-2 نجوم المستقبل. 4
بعدين؟ نجوم المستقبل. النتيجة اعتبرها ثقيلة؟ ان شاء الله اشوف تنتهي اللعبة والله كريم. شكرا جزيلا. اشكرك. نعم احبة المشاهدين والمتابعين نشكر الكابتن حسن السراي محلل هذه المباراة. الان ابقوا معنا ومشاهدة الشوط الثاني. محبينا وعاشقينا في كل مكان بداية الشوط الثاني في هذا اللقاء الجميل. هدفين توقع بنتيجة 4 أهداف لمصلحة نجوم المستقبل. ويقول إذا ما هاي النتيجة سوف أعتزل كرة القدم. سوف أعتزل كرة القدم. حسن السراي يقول أعتزل الكرة إذا ما كان هذا التوقع صحيح. مرة أخرى الآن تحاول من جهة اليمين الكرات التي يحاول هي الله يسقط إصابة في هذه الدقائق وبطاقة طرد في هذا اللقاء. نعم تدخل في هذه الدقائق غير محبب في الكرة في حارس المرمى مصطفى عباس في هذه الدقائق تدخل يعني بالكرة الأخيرة في هذه الكرة الأخيرة مصطفى عباس واضح وضوح الشك في اللقاء. الآن تلعب الكرة هي لمصطفى رزاق مرة أخرى الآن لكن إلى الخارج مرة أخرى الآن الكرة عائدة هي عائدة معاك برافو يا زين إلى مصطفى رزاق في اللقاء. فريق نجوم الصناعي يدافع صح لكن كرة القدم تحتاج إلى الهدف هل يسدد لكن إلى الخارج سجادة مساوى فيك الشهيد حسون الباك عشق الجنون عشق الخيال عشق الابداع مصطفى كريم ابو الليل في هذا اللقاء وامسياتك جميله يا ابو الليل. مصطفى كريم يدور الهدف الثالث لمصلحه فريق نجوم المستقبل. نجوم الحاضرين في هذا اللقاء الجميل في انواعته هدف للفريق الحاضر في هذه الدقائق تنطى الكرة مرتدة الآن ركوز مصطفى أربعة يا عزيزي حيث الفرح دور الهدف الرابع في اللقاء الهدف الرابع نعم لمصلحة فريق نجوم المستقبل. نجوم المستقبل يدور بالهدف الرابع في هذا اللقاء انطلاقة صحيحة في المباراة في اللقاء مرة أخرى الآن صدر ترتضم عدد في اللقاء هي عدد صدر كرة التقليص عن طريق عدنان صقران يقاس النتيجة 4-3 مباراة راح تختلف من رياض الرودري راح يسجل نجوم الصناعة لن يسقط ولن يهدى له مرة أخرى الكرة لمصلحة المرمى يطبع على الكرة هي خطرة الله نهاها بالليل من مصطفى رزاق إلى مصطفى كريم في اللقاء وأبو الليل مصطفى ينهيها. مصطفى كريم يدون الهدف الخامس في اللقاء 5 أهداف في المباراة. تلاقى وهجمة صحيحة وهجمة مرتدة في هذا اللقاء وفي هذه المباراة الكبيرة. الله الآن حاول ناول الزملاء لا تتأخر بالكرات مرة أخرى هي الكرة كيف ضاعت هذه الفرصة في اللقاء كيف ضاعت مرة أخرى الآن الكرة
لمصلحة الفريق الحاضر. تحاول هي طبق من جهة اليمين سدد كرة زيدان زيزو أبو الزوز في ركع ولا تفتح الكرة لكن هي عند ناس أكبر يحاول في هذه المباراة. حيدر كاظم حيدر فتحت الكرة هي الهدف مرة أخرى. قاف الكرة الأخيرة تنطلق على الكرة زيزو لكن حارس المرمى حمود العبودي يتصدى للكرة الأخيرة. نهاية هذا اللقاء الجميل الممتع بخمسة أهداف لمصلحة فريق نجوم المستقبل، ثلاثة لفريق نجوم الصفر. لنا مباريات عدة، ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم.